البريد. بالنسبة لموضوع البريد، القرار اللي اتاخد بخصوص هالموضوع انه يتمدد لليبان بوست هلا بالوقت الحاضر لحين تلزيم هالقطاع بموجب مزايدة رابعة. هذا الواقع اللي هلا نحن عايشينه. انا كان بهمني بالنسبة لهالموضوع بس وضح شو تداعيات هالقرار بالنسبة للمستقبل، لأنه بمكان ما أنا قلت عدة مرات أنه ما كنت حابب جدد لليبان بوست، لأنه الكونترال موجود حاليا مشحف بحق الدولة. أكيد اليوم بده يصير فيه تداعيات بالقطاع أنا بعتبرها مش منيحة للقطاع، بدنا نتكيف معها. أنا بهمني بس أقول أنه أنا عملت كل جهدي بخصوص هالموضوع خلال السنة ونص اللي قطعوا. جربت اتقدم بقرار 386 بحسب تقرير ديوان المحاسبة لنعدي الكونترا ليبان بوست بشكل يكون منيح للدولة، هذا ما نقبل بمجلس وزراء. عملنا ثلاث مزايدات وانتو كلكم تعرفوا النتيجة، ثلاث مزايدات كمان ما وصلنا لنتيجة. بقى اليوم ايه هو ليكي منه تقرير، هو بالمبدا التقرير بينعمل قبل المزايده مش بعد المزايده. نحن عملنا تقرير اذا بدك سريع ومش مدروس. التقرير اللي عم بيطالب فيه هلا ديوان المحاسبه اليوم، هيدا تقرير بال 97 كلف الدوله 4 مليون دولار ونعمل بموجب مناقصة وأخذته داتش بوست وقتها. بقى اليوم إذا بدي أعمل أنا تقرير جدوى، دراسة جدوى، كمان بدي أمن مال، بدي أعمل مناقصة بالشراء العام، من بعدها بده تنعمل الدراسة. هيدي البروسيجر لوحدها يمكن تاخد شي 8 شهور. من بعدها بدنا نرجع نعمل نحن إذا بدك كمان نرجع نأمن مصاري ونرجع نأمن تلزيم من خلال الشراء العام لدفتر شروط جديد، هذا اللي طالبينه هلأ لحين تستلم شركة جديدة بالمزايدة الرابعة. هل صحيح انك هددت بالاعتكاف معالي الوزير الثلاثة الماضي لانه اعتبرت انه يعني انا عم باخذ برايك بموضوع البريد؟ لا لا مش صحيح، مش صحيح انه هددت بالاعتكاف. بس اذا بدك انه انا بالنسبة لي خيب املي بالنتيجة اللي وصلنا لها، اي صحيح. يعطيكم العافية.